يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن والدتي، وقد عملت عمرة عن نفسي وأنا معتكف، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ إذا عملت عمرة بطل اعتكافك، تبقى في معتكفك وتدعو لوالدتك، تدعو لها ويكفي هذا. نعم. يقول السائل: كيف الخروج من الصلاة النافلة عند الإقامة، هل يسلم أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يقطعها، يقطع يخرج منها بدون سلام. السلام إنما يكون عند إكمال الصلاة، وهذا ما لم يكملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا كمله هذا لم يكملها، يخرج منها بدون شيء. نعم.